أعلنت المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وايبو عن ازدياد نمو عدد براءات الاختراعات بنسبة 4% لعام 2020 برغم جائحة كوفيد-19، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول كأكبر مستخدم لنظام معاهدة البراءات بنسبة أكثر من 72%، ما يعادل 956 طلباً في عام 2020. So in the case of Saudi Arabia in 2020, we saw growth in international patent applications from 552 in 2019 to 956 in 2020. That is growth of 72%, really quite impressive, and it follows on strong growth in previous years. And I think that very much reflects efforts in Saudi Arabia to invest in innovation and to diversify its economy. في تقريرها السنوي قالت المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية أن تواصل نمو عدد طلبات البراءات الدولية لدى المنظمة في عام 2020 رغم التحديات والعقبات بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سجلت أكبر دولتين وهما الصين والولايات المتحدة الأمريكية نمواً سنوياً في حجم إيداع براءات الاختراع، كما سجلت المملكة أعلى نسبة إلى جانب البلدان العشر الأولى. I salute Saudi Arabia's engagement with WIPO and its efforts to create an IP ecosystem that cuts across a diversity of areas. In addition, a key part of Saudi Vision 2030, which is aimed at diversifying the Saudi economy, supports and promotes innovation. It is clear that the kingdom is fostering an environment conducive to stimulating entrepreneurship, innovation and creativity. WIPO stands ready to support Saudi Arabia in all these endeavors. الإشادة الدولية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية للنمو الذي حققته المملكة في براءة الاختراع رغم تحديات المرحلة يؤكد حرص المملكة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة واستناداً على رؤيتها الطموحة 2030. إشادات من المنظمة العالمية لرعاية الملكية الفكرية للنمو الذي حققته المملكة العربية السعودية في براءة الاختراع برغم تحديات وإشكاليات كوفيد-19. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، المنظمة العالمية لرعاية الملكية الفكرية وايبو، جنيف.